مرحبا مواليد برج الأسد، معكم كارمن شماس. اليوم بدي أحكي عن الأسبوع من الاثنين 28 أكتوبر للأحد 3 نوفمبر تشرين الثاني. بهيدا الأسبوع في شيء كتير مهم، وهو هالقمر الجديد اللي عم بيخلق أو اللي عم بيخلق يوم الاثنين فجرا الساعة 4 إلا 3 فجرا توقيت العالمي، يعني 6 إلا 3 فجرا توقيت بيروت صباحا. هيدا القمر الجديد مهم جدا لموالي برج الأسد، لأنه يقع في بيتهم في المنزل الرابعة يلي هو البيت العائلي، بيت الروتين، الحياة الروتينية، بيت الاستقرار، بيت الراحة لما الواحد بيرتاح بيقعد، بيت الأهل، بيت الأجداد، الوطن، البيت، السفر، كل هالأمور هاي، حتى العقارات أيضا، الاستثمارات، كل هيدي بيقول إنه القمر الجديد اللي عم بيخلق بهيدي المنزلة تفتح قدامكم يا مواليد برج الأسد صفحة مهمة لتفكروا بحالكم، بحاضركم، بماضيكم وبمستقبلكم. يعني ما غريب انه بهاليومين الاثنين والثلاثة يكون مولود برج الأسد قاعد عم بفكر، حتى لو هو بشغله، حتى لو هو بعمله، يمكن يكون قاعد عم بفكر، وين كان، شو عمل، شو بده يعمل، وين رايح، وين جاي، هل يا ترى في تقدم، تقدم، تراجع، يمكن يكون في احتفال ببيته، بحياته، في شوية توتر، في نوع من توتر بسبب يمكن هالأفكار يلي هي ضرورية بهالفترة، لأنه قمر جديد مرة بالسنة توصلوا لهيك مرحلة وبتدخلوا بهيك أفكار، ف ما تاخدوها من ناحية سلبية، حتى لو الناس من حدكم، أحبائكم، ضغطوا عليكم أو زعجوكم بطريقة طبعا غير مقصودة. الأولاد، بتعرف الأولاد متطلباتهم، البيت، الأهل، أنتو، صحتكم، كل هالأمور هيدي، الأعطال المنزلية إذا صارت، فخلوا الأمور روتينية تكون روتينية، وما تغرقوا، حالكم في فنجان قهوة. فكروا بحالكم، كيف بدكم تحسنوا حالكم، كيف بدكم تحسنوا وضعكم الحالي، كيف بدكم تكونوا بنائين، وكيف بدكم تشيلوا الضغوط والأفكار السوداء لحتى تكملوا بمرحلة شخصية مهمة. بعض مواليد برج الأسد يمكن عندهم شيء جديد عم بيخلق بالبيت، بحياتهم الخاصة، عندهم تطور وعندهم سفر أو عندهم عودة من سفر أو ارتباط. الأربعاء والخميس آخر يومين بشهر أكتوبر هني أفضل يومين بهالأسبوع، هني يلي بيساعدوا مولود برج الأسد لحتى يستوعب كل الأمور اللي صارت معه من أيلول ومن أكتوبر، بأيلول بأكتوبر، ويطلع بنتيجة بناءة. الظروف داعمة لك، أفضل يومين بهالأسبوع، وهن اليومين المهمين يلي بيناسبوك ولازم تستفيد منهم لتختم فيهم شهر أكتوبر، لحتى تعوض عن شهر سبتمبر وأكتوبر. ما تأجل إذا أمكن. الجمعة والسبت 1 و2 نوفمبر، والأحد 3 نوفمبر حتى الساعة 1:30 الظهر توقيت بيروت الشتوي، القمر ببرج الجدي عم بيساعدك لحتى يمكن تشتغل أكثر، عندك عطلة أسبوع طويلة ما بتخلص بسهولة، في شغل، في ضغط، مزبوط، لكن بدك تعرف تنسق الأمور وما لازم تطلع عن الأمور اللي أنت رسمها لإلك، قرارات حاطتها قدامك ما لازم تطلع عنها. أضف إلى ذلك أنه بدك تكون كتير موضوعي بشغلك، بعملك وواجباتك. إذا عندك شغل لازم تعمله بعطلة الأسبوع لازم تهتم فيها، لأنه الأحد الساعة 1:30 الظهر بيوصل القمر لبرج الدلو وبتدخل هوني ببعض العواصف الفلكية، فضروري تكون رايق ومنك تارك أعمال صعبة ومعقدة للأحد المساء أو للتنين والتلاتة. هيدي نصيحتي لألك، أسبوع بده اهتمام، أسبوع بده متابعة، أسبوع بده نفس طويل وبده أفكار إيجابية. بدي أتمنى لجميع مواليد برج الأسد أسبوع جيد، الأكثر حظا بهالأسبوع فيها تكون 15، 16 و17 آب أغسطس. ودعكم، إلى اللقاء، باي باي.